مش عارف يا ابو محجوب شو بدي اساوي بشوية المصاري اللي معاي. بدهاش تفكير، اشتري سندات ادخار للافراد اللي بيصدرها البنك المركزي الاردني نيابة عن الحكومة. ايه نصايح ذهب ذهب. قلت لي نصايح ذهب؟ يا عالم اعملوا مثلي، أنا اشتريت سندات ادخار للأفراد مضمونة من الحكومة وأمان وميسرة وعائداتها 4.25%. إيه ومضمونة عن جد؟ ولو يا أبو ربحي، ما أنت عارف البنك المركزي يعني الحكومة وكل 6 أشهر تسحب فوائده. إيه هو الواحد ليش بده يدخر؟ وفكرك هاي فاتتني؟ اشتريت العفاف مشان مستقبلها، وحتى لمحجوبة بالجامعة بلقاهن جاهزات كل ما احتاج قسط. طيب سؤال، بعرف شو بدك تسأل. قيمة السند الواحد 100 دينار، والحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار، والأعلى 100,000 دينار. طيب شو مميزاتها؟ جايك بالحكي يا أبو محمد، إذا احتجت قرض من البنك هاي السندات مقبولة كضمان. بعدين فيش أسهل من دفع قيمتها، يا من بوابة إي فواتيركم ضد جو، يا من أي بنك عامل في البلد أو شك مصدق أو حواله من المغتربين الأردنيين. والله حكي موزون. يعني حكيك معقول، بس بدنا نروح ونجي ونترك شغالنا ونقضيها من بنك لبنك. يا زلمي أنا محجوب سجلي واشتريت عن النت بدقيقتين عن طريق موقع البنك المركزي وأنا قاعد بالدار. يا سلام، يعني هاي السندات مربحة ومضمونة. يا زلمي أنت طول عمرك تحسبها صح. ولعلمك إذا بدك تبيع بأي وقت السندات برجعوا لك مصاريك كاملة مكملة مع فوائدهن اللي إلك. معناتها خلينا نلحق ونشتري. طبعا لحق ولا شو العاد. وهلا عمي.